كثير اليوم من الأشخاص عم يعانوا من مشكلة يلي هي إنه عدم التواصل، إن كان حتى بالأعياد أو المناسبات أو حتى التعازي. صارت الناس عم تتواصل مع بعضها، أو صار مفهوم العلاقات الاجتماعية عبر الموبايل أو التاب ومواقع التواصل الاجتماعية. يعني نحن بنكتفي إنه ننشر بوست أو نبعث مسج لهذا الشخص من دون ما نتواجد معه بشكل شخصي. أكيد عفاف، الفردانية هي حالة أو صفة أصبح يتسم فيها هذا الجيل وهذا المجتمع بشكل عام، وهي هدف من أهداف طبعا ما تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا وتأثيراتها، وهي سلخ الفرد عن المجتمع بالبداية من أسرته وصولا إلى كل من يستطيع التواصل معه، فبالتالي أصبح معني بنفسه فقط، وإذا أراد أن يتواصل مع الآخر فهو عبر شاشة الموبايل أو شاشة التاب أو الكمبيوتر. لهيك اليوم رح نحكي عن خطورة هاي الظاهرة وتأثيراتها ليس فقط على الإنسان وأيضا على المجتمع بشكل عام، وغيرها من كتير الأسئلة والتفاصيل يلي رح جاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة تغريد مسلم. طبعا دكتورة في جامعة دمشق وأختصاصية في علم الاجتماع. صباح الخير دكتورة. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم نحن عم نقول مصطلح الفردانية، ممكن هو يشمل عدة معاني، عدة أمور. ممكن اليوم الشخص يلي هو يتصف بالفردانية ما يعرف حاله إنه هيك، فلهيك خلينا نعرف مصطلح الفردانية. الفردانية هي يعني نزعة الشخص، أو خلينا نقول يعني توجه الشخص ليكون عنده استقلالية بذاته، بقراراته، باتجاهاته وبسياسته لتحقيق أهدافه. بياخذ نمط الفردية وبيكون ليحقق مصالحه الشخصية أو مصالحه الخاصة. والحقيقة هي يعني صار ظاهرة عالمية، ليست فقط إنه يعني بتخص مجتمع محدد، وإنما إذا لاحظنا بنشوف إنه كل العالم أصبح في عنا توجه نحو هالظاهرة هي، أو أصبحت شائعة، وخلينا نقول من دول لأفراد. صحيح، ومثل ما حكيتي دكتورة اليوم هذا أصبح سمة يتصف بها هذا العصر، هو التوجه للفرد بحد ذاته بعيدا عن مجتمعه. خلينا نحكي أكثر اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أداة من الأدوات للوصول للفردانية، فابتعاد الشخص عن التواصل الاجتماعي الحقيقي ولجوءه للتواصل الافتراضي. صحيح، إحنا لقينا بوسائل التواصل شماعة ظريفة فينا نحط عليها كل مشاكلنا. صح، وهي إلا هي مسبب، وهي أداة مساعدة ومسهلة لحتى يكون الشخص على هالوسائل، وطول الوقت اللي عم يقضي على وسائل التواصل هاد بتخليه يبعد عن المحيط الاجتماعي ويصير ضمن قالبه الخاص، أو ضمن يعني خلينا نقول فرديته الخاصة مع هالمجتمع الافتراضي. فهو بعد عن هالمجتمع، عن علاقاته الاجتماعية، عن أسرته، عن أخوته، عن أصدقائه، وبدأ مقيد بهالوسيلة اللي هو كل الوقت عليها. وهون منقول إنه نحن حطينا وسائل التواصل هي كانت أداة، لكن المشكلة وجذورها الأساسية خليها ترجع إلنا ولأسرنا ولحياتنا. يعني المسبب الأساسي، أو خلينا نقول نحن السبب الأساسي، هو نحن بالدرجة الأولى بعدين وسائل التواصل. دكتورة اليوم مواقع التواصل يلي هي محور حديثنا لليوم انه حلت مكان كتير قصص واغنت عن كتير مشاركات، يمكن وصار الشخص يأثر بكتير التزامات او مسؤوليات، ممكن حدا من العيلة يتوفى، فهون الاشخاص بما انه اليوم عم نخص الشباب اكتر شيء ما يروحوا يؤدوا الواجب، اي فرح، اي مناسبة، حتى اي اطمئنان، صار خلص الموبايل هو أساس هاي الحياة يلي هو عايشها بدون أي مشاركة بالمكان والزمان. اليوم كيفنا نحن نحط حد فاصل إنه خلص نحن نمارس حياتنا العائلية والاجتماعية وعلاقاتنا وصداقاتنا بعيدا ما يكون في هذا الحد، أو خلينا نقول الحاجز الكبير. صحيح، يعني الحقيقة مو بس الشباب، هي
صغار وكبار وشباب وكل الفئات العمرية هي أصبحت منقادة خلف هالشاشات، مع أنه تسميتها تواصل اجتماعي لكن هي بعيدة عن الاجتماعي، هي تواصل لكن تبعدنا عن الاجتماعي، تبعدنا عن علاقاتنا، بتبعدنا عن ال... عن... عن... عن خلينا نقول العلاقات اللي هي كانت سمة لمجتمعاتنا أو حتى لوجودنا الإنساني. لأنه ابن خلدون بيقول الإنسان هو كائن اجتماعي، لما أنا أصبحت خلف هذه الشاشات وأصبحت بهالفردانية مثل ما قلتي حضرتك، لا أنا بدأت إن وبعدين مخاطرة فيما بعد حتكون خطيرة جدا، يعني حيكون عندي تفكك بالعلاقات الاجتماعية، تفكك بالأسر، تفكك بالمجتمعات، أصبحت المجتمعات تواجه خطر الاندثار بوجودنا هالفرداني حول هالشاشات. أو حتى ليش؟ لأنه هي عملت لي نمط حياة، فأصبحت قراراتي، سلوكياتي، تصرفاتي، كل حاجاتي أصبحت فردية ولشبع مصالحي الخاصة، وأصبحت مصالح مادية، والأنا هي السائدة، يعني النرجسية صارت السائدة بكل بالواقع الطبيعي والافتراضي كذلك. نرجع لنحن أنه كيف نحن نعمل لنا نحن السبب الأساسي هو نحن، هي الأسرة، هي الأسرة اللي هي يعني خلينا نقول استهانت أو تخلت عن قيمها الاجتماعية وبدأت تواكب العصر، نسيت العلاقات والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية اللي نحن بننقلها من جيل إلى جيل، وبدأنا كلنا منقادين ورشاشات التواصل لنعبي وقتنا أو لنضيع وقتنا، ولنعبي وقتنا لنضيع وقتنا لأنه الوقت فارغ من أي إنتاج عم نقضيه كله وراء وسائل التواصل. فلذلك ما منشوف أنه نروح يعني وفاة أو زواج أو أي مناسبة منكتفي به أنه يعني تهنئة عبر وسيلة التواصل، عبر رسالة نصية أو عبر رسالة على الواتساب، أي وسيلة حسب كل مجتمع بنبعتها وأنه خلص أدينا دورنا. طيب أنا هون كل ماني عم ببعد عن هالجماعة، وبعدي عن الجماعة أو بعد هالأفراد عن هالجماعة رح يكون في له مخاطر نفسية واجتماعية على الفرد وفيما بعد يعني على المجتمع. طيب دكتورة، مو هذا هو المراد؟ يعني نحن اليوم إن كانت الفردانية أو ما يترتب على الفردانية من شعور العزلة، من كلمة أنا ما دخلني، ما إلي علاقة، شو ما صار يصير، وبعدها دوري بالمجتمع حتى أنا إذا شفت شي غلط ما عندي استعداد أتدخل وصلحه اليوم. صحيح. يعني أنا صرت بس يلا نفسي فقط لا غير، وبالتالي هذا ساهم اليوم بحالة كتير كبيرة من المشاكل اللي عم تعيشها بلداننا، وخصوصا بالحرب، يعني مو بس بالأيام الطبيعية. فمو هي هي الغاية اليوم من زرع هي القيم؟ صحيح. يعني عم نشوف فيديوهات على السوشيال ميديا بيطلع لك شخص بيقول لك أنت ما لك مضطر تكون منيح كل الوقت مع العالم. صحيح. اللي بده يكون معك منيح أهلا وسهلا، ما بده يكون معك منيح انساه. صحيح. يعني قيم كتير، الشهامة، الكرم، غيرها كلها صرنا نشوف هلا انه لا ما لك مضطر تكون هيك. صحيح. وهلا عم نقول انه نحن باسرنا بمجتمع بدانا نتخلى عن القيم اللي نحن ورثناها، وعم نلحق القيم الرقميه، القيم الافتراضيه، مثل ما بيقول لي هذا اليوتيوبر او هذول اللي المؤثرين، ما يدعم المؤثرين اللي بيطلعوا كل حدا وما معروف شو خلفيتهم، ان كانت للعلميه ولا اللي كانوا هن اصحاب اختصاص ولا لا، كل حدا بيسمع بيحصل على بجمع كم كلمة وبيطلع بيعمل بشكل معين، بألوان، بلبس معين، بمظهر معين، وبيبدأ لحتى يعمل لايكات أو ليحصد جمهور أكثر، وصار هو المؤثر، صار يعني الكل بده ينقاد ويصير أنا كمان بدي يصير مثله، كمان بدي أجني أنا يعني شهرة وبدي أجني مال كمان مثلي مثل هذا، صارت الوسيلة الأسرع. فلذلك نحن هون صار ضروري كتير إنه نحن نرجع لضوابطنا الأساسية، لقيمنا الأساسية اللي إحنا تربينا عليها، لأخلاقنا، لعاداتنا، لتقاليدنا، ونوضع حدود، نرجع للحدود. دائما أنا بقول الحدود هي سبب كل المشاكل. أنا لما بوضع حدود أنا بضل بتقيد ضمن نمط معين، أو خليني ضمن مستوى معرفي ما أني أنا أضبط فيه وصول هالمعرفة لإلي ولأبنائي كمان. فلذلك نحن بدنا نرجع لقيمنا ولعاداتنا، ونرجع لدور الأسرة، ترجع دور الأسرة هو الضابط للأبناء
وكمان أنا ما بلغي دور المؤسسات الأخرى، لكن بدأت بالأسرة لأن المؤثر الأساسي، لكن كمان ما بنلغي دور المؤسسات الأخرى اللي هي كمان لازم تلعب دور الضابط، وحتى نحد من انتشار هالظاهرة أو تفاقم انتشار هذه الظاهرة. طيب دكتورة تغريد، ممكن اليوم الشخص الفرداني في منحة للفردانية ممكن يكون إيجابي؟ اليوم مثلا أنا بدي أوقي حالي من الطاقة السلبية اللي بتكون بهذا المكان، لهيك خلص بكتفي إني أبعث مسج ما أروح وأخذ هاي الطاقة السلبية لأني أنا تعبان، أو تفاديا للمشاكل، أو بلاقي إنه العزلة أو هاي الفردانية اللي هو عايش فيها هي أريح لباله وبعيدا عن الضغوطات اللي عم يمروا فيها الآخرين؟ ينسحب. نحن الفرد لما بيكون مع الجماعة يصبح مؤثر ومتأثر، يعني بحقق وجوده كيانه وذاته، وخلينا نقول يعني ولاء للجماعة بوجوده ضمن الجماعة. لكن إني أنا أكون بفردانية وإنه أنا أريح لي لريح بالي وحتى ما أغلط وحتى ما يكون عندي أثر سلبية، لا بالعكس، نحن ودينا حالنا لسلبية أكثر ولمشاكل نفسية فيما بعد، يعني رح يكون في عنا اكتئاب، رح يكون في عنا دونية، رح يكون في عنا قلة ثقة بالنفس، لأنه أنا ثقتي واحترامي ووجودي هو مع الآخر. ونحن بنلاحظ يعني أنت لما بيكون عندك أي مشكلة ما أنت بينك وبين نفسك حتشوفها كبيرة كتير، لما بتطرحها مع الآخرين بتلاقيها صغرت، وشوف وخاصة لما بتسمع آراء من الآخرين بخف تأثيرها كتير عليك، بتبدأ بتشوفها صغيرة. أما ننطوي داخل ذاتنا، لأنه هون الفردية ودتني للانطواء، ننطوي داخل ذاتنا ونبدأ بمعالجات ما عم نعرف هي صحيحة أو ما أنا صحيحة، رح يكون صرنا مرضى نفسيين فيما بعد. أكيد مثل ما قلتي دكتورة، طبعا الحديث معك يطول ودائما معلومات شيقة من حضرتك، رح يكون لنا لقاءات قادمة نتوسع أكثر. ومثل ما قلتي هو الأساس أنه يبطل الإنسان إنسان اجتماعي، المفروض ينسلخ عن هذا الشيء، يصير روبوت ماشي وراء التكنولوجيا. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. صحيح، نحن ما لازم خلينا نستخدم التكنولوجيا لمنفعتنا، والمشكلة هي بالاستخدام، بطريقة استعمالنا، ونرجع لإنسانيتنا ونرجع لمجتمعاتنا ولعلاقاتنا، ونرجع نجتمع كلنا مع بعض ونتبادل يعني المحبة والاحترام وكل شيء مع بعض. شكرا لك دكتورة تغريد، وأكيد موضوع اليوم جدا مهم لكل شخص ممكن يفكر حاله انه انا عايش بسلام داخلي اذا انا لحالي، فهالشيء غلط. اكيد كل شيء بالتوازن، من حق الشخص يكون لحاله، ولكن من حق المجتمع عليه انه يشاركه.